السلام عليكم، معكم فهد الحربي مرة ثانية في شوغن 2. المعركة هذه، أي المعركة عجبتني، استخدمت فيها جيش، يعني جبت هالمرة كثير أسهم، ما أعتقد إن جبت قبل كذا أكثر أسهم بهالكثرة، فحبيت أوريكم هالمعركة، لأني في هالمعركة استخدمت الأسهم أكثر من أي شيء ثاني، وتشوفون يعني كيف طريقة المعركة كانت في أسهم أكثر منها خيول. بس او هجوم في المعركة هذه جبت انا 3 كاتانا كاف، 2 ياري كاف شجر، 1 فاير كاف هنا، وبو كاف اللي هو اسهم خيول. طبعا طورتهم شوي، حطيت فيهم حركة جديدة كنت بجربهم، انا بشوف قوتهم لها، ما جربتهم كثير قبل. عندي 1 2 7 سيوف، 4 اسهم، 1 هيبي جنر. اتكلم عن خصمي، نشوف خصمي عنده تقريبا يشبه جيشي، تقريبا عنده 10 سيوف، 2 رمح، 2 اسهم، 2 ماتش لوك، وواحد ياري كاب، وواحد كتنا كاب. طبعا تشوفون كيف هو جاب خيول اكثر. انا سويت جيشي بسرعة هنا، حتى اني ما اكتشفت اني ما جبت رمح الا بعد ما دخلت المعركة، لكن كويس ان خصمي ما كان عنده الا 2 خيول او 3، فما كانت ذيك المشكلة الكبيرة بما عندي 2 خيول. خلنا نشوف المعركة. طبعا المعركة هنا بدت هادية، تشوفون انا عندي اغلب جيوشي كانت مطورة شوي، عندي خيولي هنا، تشوفون هنا كيف جيش المطور او الوحدة مطورة، تقدر تلونها بكيفك، تشوف كيف ملون انا اغلب وحداتي هنا بالازرق الذهبي بالاخضر الذهبي، تشوفون هنا الاسهم لونهم لون غريب شوي، اخضر هنا، احمر هنا، عندك الذهبي بالشجر. هاي طريقة حلوة انك تلون جيشك وتشوف الفرق. هذا الرئيس حقي هنا، تقريبا هنا ما صار شيء كثير، لاني انا ما ادري كنت بشوفه بيهجم بما ان جيشه هو هجومي، فتوقعت انه بيصف صف كامل ويهجم على طول بوجهي، فعشان اقل من السيوف جيت على زاوية، فانه يكون افضل مني احارب وجه لوجه بالسيوف، هو اكثر تجي على الزاوية اكثر بكثير من الخرطة. لكن انا الحين بقرب شوي، بكتشف انه هو ما راح يقرب، فاللي بسويه اني راح اضربه بالاسهم، هي قوتي في المعركة. يعني صح انه هو عنده اسهم، عنده 1 اسهم مونك والثاني بو هيرو، انا عندي 1 بو هيرو و2 اسهم مونك و واحد من الاسهم الجديدة، هذا داكوي ساموراي. طبعا عنده هذا الرمح، هذا ياري هيرو اللي هو بطل الرمح، هذا اقوى وحدة رمح في اللعبة. طبعا هو جاب بطلين، بطل رمح بطل اسهم، انا جبت بطل اسهم لكن جبت بطل سيوف بعد اللي هو هذا كاتانا هيرو. نقدم شوي، ما راح يكون في ذاك الشيء الكبير، كل اللي بسوي الان اني بقدم اسهم شوي عشان تضربه. طبعا كنت بودي هنا الفاير كاب والاسهم، كنت بوديهم هناك عشان اجيبهم من وراه، يعني الى ما تحرك هو مثلا، لما تشوفون ما عنده اسهم كثيره فيمديني اصير اضربه من هنا. عنده سيوف كثيره بما، فهذا يعني زي ما تقول يدل انه ما راح يجيب خيول، ما عنده اكثر خيول. هنا طلع اللي يربين كانوا اللي هي مدافع، انا ما انتبهت لها، طبعا كنت منتبه على الخيول هناك، فشوف انا بتضرب على رئيس هذا، شالت 5. انا الان ما ادري ايش السالفه، فقدمت رئيسي على انه ايش في نينجا ورا. طبعا قدمت رئيسي، نظرت ما لقيت نينجا، بعد كذا انا شفت اللي روبلين كان اللي هي المدافع، فقررت اني احرك يمين، لكن المدافع كانت مطوره، تشوفون عندها الاكروسي هنا 40، فوانا احرك رئيسي جبت هذا هو رئيسي ميت. ف هنا بدأت المعركة عندي أنا بدون رئيس،
اوكي مين مشكلة كبيرة بما ان جيشي لسه كامل، لكن اهم شيء انه ما خليه يوصلني قبل ما اشيل يعني شيء كثير من جيشه. هذا اللي خلاني استخدم الاسهم كثير في المعركة هذه، لو وصلني معنويات جيشي بتطيح لانه بيكون اقل سيوف بدون رئيس، فهذا اللي خلاني اني احاول قد ما اقدر اني ما اخليه يوصلني الا يعني وانا ضارب كثير من جنود من جنوده يعني، خاصة البنادق هذه. المدافع ما عليها تأثير على الجيش كثير، كل مشكلتها وتأثيرها راح يكون على الخيول، لأنها لو بس تلمس الخيل راح يطيح جندي من الخيل ويموت، لكن على الجنود الأرضيين مو ذاك المشكلة الكبيرة أصلا، وصعب إنها تجيبهم فدايما تضيع، لكن على الخيول سهل. شوف الرئيسي هرب، لكن بقى اللي هم الحراس حقينا بدون الرئيس ما يقدرون يسوون أي خاصية، لكن باقي لسه قويين. هنا بديت أضرب عليه بالاسهم، طبعا هذا الاسهم هيرو عندي او بطل الاسهم عندي، قدمت هذا اللي اقوى وحدة اسهم ممكن عندي، الرينج حقهم 200 عشان تضربهم. من ما بقى منهم الا ثلاثة، دي كانت الوحدة الوحيدة اللي متخوف منها بالاسهم، لان مو هيرو عندهم قوة مو طبيعية. فين بقى واحد الان، طبعا هاي الوحدة مستحيل تهرب الا لين يخلصون كلهم. هنا قضيت على بو هيرو، بقى المونك حقنا ما راح يسوي شيء ضد يعني اربع اسهم. طبعا جبت الهيفي جانر هنا عشان تحمي اسهمي من اي خيول رايحة تهجم عليهم، فالطريقة الخيل قبل ما يوصل راح ينضرب الهيفي جانر. تشوفون الان راح يصير هذا، وارسل خيله هنا علي عشان يضرب اسهمي، تشوفون الهيفي جانر كيف بيشيلونه. يعني هذا كان خط الدفاع الوحيد حقي ضده بما ان ما عندي او نسيت اجيب رم. ان شاء الله كلهم بقى ثلاثة بس. خيولي شفتهم طبعا، يوم جيت هنا شفت ما عنده رمح قدام، كملت خيولي تهجم عليه. انت اهم شيء اني اشيل بنادق، لان البنادق لو تضرب على اي وحده مرتين ثلاث مرات وما عندي الرئيس حقي راح يروحون فيها، راح يهربون بسرعه، ما في شيء يعني يعززهم او المعنويات حقتهم كرئيس او شيء يحميهم، الرئيس خلاص ما عندي. هنا نفس الشيء قررت اني اخذهم بخيولي، كل اللي بسويه انا اني بحاول اشيل السيوف قد ما اقدر منهم قبل ما يوصلون، نفس الوقت اشيل البنادق، هذه كان شيء اهم عندي يعني اني اشيل البنادق اهم من السيوف. البنادق لسه حية اللي هنا سحبها هنا ورا، مات 30 منهم لكن او 40 مات منهم لكن يبقوا قويين. هنا جبت خيول اللي كانت في الشجر هنا عشان تضرب من ورا، كل هذا الوقت الاسهم حقي ترجعتها الى الان قاعدين يضربون. شوفونهم كيف يشيلون الاربع وحدات هذه مع الهيفي جانر بنفس الوقت. هنا شلت اربع وحدات منهم، خيولي اغلبها راحت، ما بقى الا خيول الاسهم هذي جالسة تضرب عليهم هنا، ما بقى الا خيل واحد هنا مجمعين عليهم كلهم. قاعد احاول اقتل رئيسه، ما بقى الا نص
وصل الحراس حق الرئيس لكن الى الان ما قتلته لاني كنت قاعد اضربه في الاسهم، فالاسهم ما تسكت الرئيس بسرعه بسهوله. طبعا هو الى الان يضرب في المدافع حقته علي، كان يضرب على الحراس حق الرئيسي، ما ادري هل يحس ان الرئيسي لسه ما مات او شيء. طيب هو نفعني بانه يضرب عليهم لانه خلاص ما لهم اي لازمة بما ان رئيسي ميت، افضل من انه يضرب على الوحدات الثانية. صح انه ما راح يقتل كثير لكن يعني نقص 20 من كل وحدة راح يعطيهم يعني ينقص معنوياتهم. طبعا هنا هو قرر يبعد، ما عنده اسهم ما عنده اي شيء يضربني فيه، وانا قاعد اضرب عندي خيول اسهم عندي 4 غيرهم. ما قلنا احسن استراتيجية لكن بهالوقت خيولي ومدافعي كانت شرت اغلب جيشه، زي ما تشوفون هنا الميتر حق عدد الوحدات تشوفون كيف يعني الاصفر كان عليه كان بصالحي شيء كثير، يعني الخيول حقتي شالت فوق 2 من سيوفه، 1 من البنادق، 4 من سيوفه شلته هنا، تقريبا من 10 بقى 1، بقى 6 من 10، هذا 7 لكن خلاص ما بقى فيه الا 24 والان بيحرق. طبعا هذه في الخيول الاسهم جالس تضرب على البنادق حقته بشيلها. شوفون كيف قوة التقنيس حق الخيول الاسهم، خاصة انهم يسوون الدائرة الاكروسي عندهم يزيد 30 والريلود سبيد يزيد 30، فبدون الحركة هذه ما اشوفهم ينفعون ابد. يعني مع الحركة هذه يزيد 30 في الاكروسي في الريلود سبيد اللي هو سرعة الضرب و يعني والتقنيس حقهم، يعني هذا جريب. يعني تشوفون هنا قوتهم 30 ريلود سبيد و 80 الاكروسي، اكروسي اللي هو التقنيس والريلود سبيد اللي هو سرعة الضرب. اول ما يسوي الدائرة راح تزيد كل واحدة منهم 30، تشوف صار ريلود سبيد 50 والاكروسي 110. صح انها تعبهم او تعب الخيول وهذا مو زين، لكن يعني زيد 30 في كل واحدة يعني شيء مو شوي. تون يعني شلت الوحدة اللي كانت تأشر هنا اللي هي السيوف، شلت البنادق، اخيرا هو الان جاي يهجم. طبعا مشكلتي الوحيدة في هجومه هذا اللي هي خيوله، بما اني ما عندي انا اي رم ولا عندي اي شيء يعني راح يصدهم لو جاء الاسهم او جاء شيء، او حتى اول ما هجم علي لو جاب الخيول هذه من وراي ضرب وانا بدون رئيس راح تكون مشكلة. هنا هو جاب رئيسه قدام فقررت اني اضربه يعني عشان اقتله او اشيله، فانا جلست اضربه بالاسهم. ما بقى 5 من الراس يا شيء، ما بقى الا 3. هنا هرب رئيس، هنا صرنا متعادلين يعني بما ان كل واحد ما عنده رئيس، بس كل خوفي كان هو نفسه ان الخيول هذه تضربني بظهري او اول ضربه اني اروح فيها يعني او يبدون كل الجنود يضربون. قررت اني احط واحده سيوف بوجهها يعني اللي بيضربها يضربها هي واضحي فيها ولا يعني كل الجيش يخرب. من هنا حوطته في كل جهة، أول ما حوطته بدأ يشترون لأن عليهم هجمات من كل جهة. هنا حولت البنادق حقتي على الخيول، شوف كيف تشيلها. أتمنى أنكم استمتعتوا بالمعركة. هاي بس كنت أوريكم كيف سكرمش أرمي وحق الأسهم، يعني تشوفون كيف شلت اغلب جيشه بالاسهم حقتي يعني قبل حتى ما ادخل بسيوفي او الخيول يعني. اتمنى انكم استمتعتوا، نشوفكم مره ثانيه، في امان الله.